بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي ومتابعات الوكالة العقارية تيسير. مرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو الجديد والعرض الجديد. إذا متابعينا الكرام، بالنسبة للناس اللي كيشاهدوا القناة ديال الوكالة العقارية تيسير لأول مرة، ما ينساوش يديروا واحد الاشتراك في القناة باش دائما يوصلهم الجديد ديال الإعلانات العقارية اللي كنديروها كل يوم تقريبا. إذا متابعينا الكرام، على بركة الله اليوم كما كتشاهدوا كنتواجدوا في منطقة الأطلس المتوسط، نواحي ديال أزرو بالضبط. اليوم جبنا لكم هذا العرض ديال هذه الأرض الفلاحية ذات المساحة الفسيحة جدا والشاسعة، المساحة ديالها 264 هكتار. هذه الأرض هي موجهة بالنسبة للناس المستثمرين في المجال الفلاحي وكذلك في المجال الحيواني ديال تربية الماشية وغير ذلك من المشاريع الفلاحية. كما كتشاهدوا الآن كتواجدوا في هذه الأرض، كما قلنا المساحة ديالها 264 هكتار. هاد لابيست اللي كتشاهدوا، هاد الطريق تشوفنا اللي هي قاطعة الأرض على جوج. كما كتشاهدوا الأرض يعني ممتازة، التربة فيها مزيانة صالحة للمشاريع الفلاحية. بالنسبة للوضعية القانونية ديال الأرض، تيتر فونسي يعني محفظة، الأوراق ديالها قانونية. وبالنسبة للبعد ديال هاد الأرض على الطريق الرئيسية المعبدة تقريبا 700 متر. إذا كما كتشاهدوا كذلك في الفيديو أمامكم متابعينا الكرام، كتشاهدوا الأعمدة ديال الكهرباء، يعني الكهرباء موجود في الأرض بالنسبة للناس أصحاب الاستثمار اللي كيسولوا على وجود الكهرباء، لأن الكهرباء يعتبر أحد العوامل في إنجاح المشاريع الفلاحية. كما كتشاهدوا الأرض هي هذه أمامكم، فنظرا لشساعة المساحة ما كانش بالإمكان ديالنا نصوروها كاملة. هذه الدخلة ديالها اللي كتشاهدوا هي الدخلة ديال هذه الأرض الشاسعة ذات المساحة 264 هكتار وبحث الثمن اللي هو مشجع بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين. كما كتشاهدوا الأرض هي هذه، كما قلنا جات في المنطقة ديال الأطلس المتوسط، المنطقة والناحية ديال أزرو. كما كتشاهدوا هي هذه الأرض. فبالنسبة للمزيد المعلومات والاستفسار أو الزيارة ديال هذه الأرض، المرجو التواصل مع الوكالة العقارية تيسير. ومرحبا بكم متابعينا الكرام، دائما الوكالة العقارية تيسير تجيب لكم عروض عقارية متنوعة، واليوم هذا العرض خاص وحصري على الوكالة العقارية تيسير. كما كتشاهدوا الأرض 264 هكتار بالنسبة للناس كيقلبوا المساحات الكبيرة، فالأرض ديال الأوراق ديالها قانونيين. وكمعلومة بالنسبة للثمن ديال هاد 264 هو 9 مليون سنتيم للهكتار الواحد، يعني هذا آخر ثمن ديال البيع بالنسبة لهاد الأرض ذات المساحة 264 هكتار، لأن كانوا عطاو 8 مليون للهكتار في هاد الأرض، ولكن مالك الأرض ما بغاوش يبيعوها لأنهم كيطالبوا كثمن أخير هو 9 مليون سنتيم للهكتار الواحد. إذا متابعينا الكرام، بالنسبة للمزيد من المعلومات والزيارة تواصلوا معنا على الرقم الهاتفي المعتمد الوحيد ديال الوكالة العقارية تيسير، اللي هي وكالة عقارية معتمدة قانونيا على صعيد المملكة المغربية. بالنسبة الرقم الهاتفي المعتمد ديال الوكالة العقارية تيسير هو 06 70 96 48 84. أعيد 06 70 96 48 84. إذا مرحبا دائما بالمشترين الجادين، ومرحبا بالمستثمرين في المجال الفلاحي اللي بغاو هذه الأرض يتواصلوا معنا لتحديد موعد زيارة، وكذلك لمعرفة جميع زيارة تكون شاملة لهذه الأرض ذات المساحة كما قلنا سابقا 264 هكتار في الأطلس المتوسط في النواحي ديال أزرو. إذا متابعينا الكرام ومتابعتي الكريمات، دائما كنتمنوا لكم كل الخير وإلى عرض عقاري جديد بحول الله وقوته. دائما الوكالة العقارية تيسير غتجيب لكم دائما الجديد والعروض عقارية متنوعة
إن شاء الله وبحول الله. إذن إلى عرض عقاري جديد، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.